عسلامة ومرحبا بكم، أهلا وسهلا بالجميع في لمة جديدة على الوطنية. اليوم باش تكونوا معنا ممثلة من أهم الممثلات في تونس من خلال تجاربها المختلفة، باش نحكي تفاصيل كبيرة عن البدايات وعن مختلف أدوارها اللي قدمتها ما بين قفصة وتونس، ما بين المسرح والدراما والسينما. معايا الممثلة القديرة لطيفة القفصي، باش نحكيو حديث الذكريات ما بين الماضي والحاضر، كيفاش ترى اليوم الساحة الفنية التونسية إلى جانب تجاربها المختلفة اللي باش تحكي لنا عليهم في لقائنا لليلة. نمشيو مع لطيفة القفصي. لطيفة أهلا وسهلا، مرحبا بيك. عايشك، مرحبا بيك، ونشكرك برشا على الاستضافة الحلوة. ماهيش غريبة عليك، ديما الحقيقة ما تنسينيش وديما متفكرتني في كل معنى حصص جيك، ومنورة ديما إن شاء الله في وربي يوفقك، وفرحانة زادة اللي باش نتعدى في الوطنية، خاطر لي برشا ما تعديتش والوطنية أنا نعتبرها أمي. يا مرحبا يا مرحبا، شرفتنا يا لله، مرحبا بيك. قل لي جدنا نعرفها انت، مش هكا بشوي خرد نفس الساعه الدروج عملوا فيه ندفع ليك. مزامكم مزامكم، الواحد من الباب تبدو تمحروا فيه. يا عطيك نجم تسكت، جاوبني كان براسك، جدنا انت نعرفها. يا مرحبا بيك لاله البيا، هاي سلم روحك لياي. عاد كاتي تسيبني يا ودي، تطيحني يا ودي، ايدي ايدي يا 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 ايدي، باش تنحيها لي. نانا يا نانا، شنو شنو استنى ولا بيس، ما لما جا الخير يا نانا، يا وجه الخير هاو صبحنا وصباح الربيع. لاله جدك القلب حاير والمخ داير، ربي قوي صعبة إن شاء الله بجي سيدي الحفناوي يقدر قدود ويسوي الصعود. تحب لها مسجلة هذه؟ سمحنا يا لله، الله غالب، تفضل ادخل تفضل ادخل. سمحنا عزازة، الله غالب. زازة زازة ونص، هذيك تستاهل كل خير أختنا. ادخل ادخل بساقك اليمين وقول عرض علينا مين. لطيفة، الأيامات الكل تقريبا قاعدين نعاودوا في المسلسلات ونعاودوا نستذكروا معها الذكريات، تعيشهم نفس اللحظات اللي تعيش فيها مع الجمهور ومع الناس، والأدوار تعاود تشوفها بنفس الحماس بنفس والله بنفس الحماس، ونتبع ونبدأ نستنى. تصدقوا بالله سيدي قلت البارح كلمتر والكل هرب السينيال، قلت بكشي تو يرجع يرجع ويقص يرجع ويقص، حسيله البارح قص جملة بتاع الأعصابي على خط، فما مسلسلات أنا نتبع فيهم. حلقة الأخرى من ظفير، حلقة الأخرى من ظفير، وقلت يا ربي إن شاء الله يبدو بش يبدو مسلسل جديد، درش شنو حسيله خضت. معناه واليوم على الأعصابي وقتاش يجي، خاطر كلام تشكون بش يجي قده، ما نعرفش أنا نعمل. عسلامك سلمك، جيت نسأل على أحوال سي محمود على خاطر قاعدنا متحيرين عليه. الله يحيرك سي محمود، لاباس عليه، يحمد ربي ويشكره، وهو راقد ما يحب يقابل حد. ايه الفايده كي هو لاباس. اشكون اللي جاي يا نعيمه؟ قول له يتفضل. ما جا حد. سامحني خلينا نمشي خير. عاد الكرارتي متعدي، اسالني عناش خبز بيت. وعندنا ليه ما عناش؟ شنو هالكلام يعمل اللي تقول فيه؟ الراجل جاي طلع على بابا تقوم تتبهدلوا. شفت يا سميرة؟ أنا باش نموت بالحشمة، ما عادش عندي وجه باش نقابل بيه طفل. ضحكوني كي تقولوا هك، شوك الشخصية. شخصية ونص.
على الاقل هو شريف ويديها نظيفه. بارك الله عليك وعلى قباحتك، زيد علي في صوتك لله، خلي يسمعك وكمل له على مرمته. يا نعيمه ما تقوليش اش فمه. ما فما شيء. حسبينا قعدت لك. هيا سميره، تعيش نفس اللحظة اللي تعيشها وقت اللي في التغناج، الأدوار متاعك تعاود تقراهم من جديد، تعاود تتفرج فيهم، كيفاش تعيش هاللحظة؟ أنه ساعات يقول لك ممثل أنا راني في رمضان ما نتفرج برشا، مخرجين ما يحبوش يتفرجوا في رواحهم. أنا بالعكس ساعات نقول لك حاجة، أنا وقت اللي يبدا فما تورناج، ما هو يعني ساعات المخرج والكادرور يعطونا اللوتوريزاسيون باش نشوفوا في الرتور. إيه؟ أنا ما نشوفش روحي ما نكذبش عليك، على خاطر عمرها لا تعجبني اللي عملته. ديما عمره نقول خليني نخدم هكاكا بكشي كي نشوف مبلبز السيكونس الجاي نولي نخلي هكاكا، اما وكي تعدى زادا في التلفزة ونشوف البث لولين يتفرج ولا ليه؟ اي البث لولين نتفرج، اما ما نكملش خطر ما تعجبنيش روحي، يا نقول شو كان عملت هكا مش خير، يا هذه مش هي، اما توا كي نتفرج قاعدة نتفرج باكستاز كبيرة وكاني حسيله مش كيما كنت كيما نتفرج على البث، يعني وقت اللي صورته تبث اول مره وفرحانه فرحانه فرحانه فرحه كبيره اللي الاعمال نتاعنا القديمه قاعده تتعاود. شابو للممثلين الكل ونحيي كل ممثل مهما كان صغير كبير متوسط، نحييه برشا على الاعمال اللي صارت وشارك فيها ونجحت. لطيفة مجموعة كبيرة من الأدوار، تجربة كبيرة من خلال الأعمال الدرامية، أي الأدوار أقرب لك ليك أنت اللي حبيته اللي حسيته أنه هذيك مكتوب على قياس لطيفة؟ أنا منيش مك الناس اللي نجري وراء الأدوار للشهرة، لا نحب نخدم الحقيقة. هو ما هو هو يجينا مسلسل زوز في العام ما فماشي أكثر، ماذا بيا عيطولي معناها ماذا بيا نشارك، ماذا بيا نظر، ماذا بيا الشعب اللي هو المشاهد ما ينسانيش، لكن لا نجي وراء فلوس لا شهرة. اما شوفي الدور اللي يعطوهولي مثلا احنا خاطر مانيش يعطونا سيناريوهات نقرو، انا هو الدور اللي عجبني ناخذه، هما يقترحوا علينا الادوار ونقرا السيناريو، اما ما نرفضش. انا نتفكر اخوه وزمان قريت الدور نلقاها فارغه المراه، اون فام دو فوايي اكل لي تلبي طلبات راجلها، يعني مراه في نتاع منزل. انا عملت تيكه فيها ضربت هك الضحكه فلا محسو عنده مزيه هو راهو كيف ريم كيف رشيد. هي 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 ها والصواب ها خذوا العلم الروس الفقير. محسو اللي يلبسوا الطبليات الكل كيف كيفهم توا كيف الطبيب كيف الفرملي. لو كان تزيد شويه أتو تقول لك كيف تسيبها الناجي كيف مدير السبيطار. يعني قلت ومن اخذش الدور انا ونخليه كما هو، نبدل نزيدوا بالحقيقه بروحك انت لا زاده، وباتفاق مع المخرج وباتفاق مع المؤلف اذا كان يبدا موجود، ما خليش كما هو يلزمني نلبسه ونعطيه من احساسي ومن جواجيه وكل. هو هما كلهم قراب مني، الادوار اللي عملتها الكل والكل نحبهم، اما اقرب دور ليا وشخت فيه وحتى التورناج وحتى اللمه وتحيه اللمه اللي كانت الكل هو منام تاع روسيه. هذا بالنسبه تقريبا الفنانين الكل عندكم اجماع على منام تاع روسيه. الجو والادوار والخدمه خاطر سبحان الله معناه مانيش قاطي ذكرتكم بالطبيعه، فما حتى حاجه شو وقت يبدا المسلسل يتعدى هكا الذكريات بمرها وحلوها نبدا نتفكر فيهم. تعرفوا نحكي لكم نادره وقعت لي، انا كي نفطر نحب نعمل لا سيست لا غالب. انا كنت في البابا ساعات من الصغرى وحتى بابا الله يرحمه علمني كي نفطر نعملوا حتى دريجين نوم ولا راحه. هشام عكرمي يبدا بالعاني فيا، انا نرقد قد قد وهو يفيقني. مره ش عملت الدنيا في اوت في غير قايله اوت، جيت في وسط زربيه ملكمته ودخلت ولكمتها على روحي ورقدت واقفه حتى تسرسبت قعدت وهو يفركس فكي قمت خرجت
نلقى المكياج فسد، كل شيء فسد. جرت هشام العكرمي؟ لا ما جانيش، ما فقش بيا. في جرت هشام باش تخبى عليه؟ في جرت هشام عكرمي، تحيه لي هو محليها هشام. ها يا حنينتي، خممتي منيح، نازله البر غير برك، اش باش تصوري فيه تونس؟ وبرا فرحت بيك شهلة بنت الشارع جمعة ولا جمعتين ولا حتى شهر، ومن بعد انت اش باش تدني بنيتي؟ راهو دوام نخش نخدم كي الناس الكل. اخي مسيبه بيتك وهاجه تو، هذا فعل مرابع قالها. ما عنديش بيوت، انا عبد الرزاق متاع النوار نهار كله هو ينبه ويعاود، ويا نهارتي اللي لوحلي شلاليكي في الحرث. ابقى انا خير ما نحبكش تسلمي علي، شاده الحضره وناديه بتونس. او اخي ما عندكش راجل تشاوري؟ لكن انت اللي رميتيهولي الفالح كيف البرد على ظهري، ونيهاني توا نطعت وقلبتها في الويت. بعد قلت النعيمه الجاني ما قلت ليش، قلت لي يا اخي كنت طريق انت راهي فركس علي، قلت لها تلاك متفك الزربيالي. معناها شفتي جو جو العام، هو جو كان تورناج حلو، كانت كنا نتلم وكنا نقروا النص مع بعضنا، نزيدوا ونضيفوا مع بعضنا، يعني ما كانش فما ريتي فما سيكونس. لينسي سلاح الله يرحمه تغش علينا، الله يرحمه، انا ومنى نور الدين وكلنا، على انا وقت نقول لهم ننزل تو، انا نقولها والناس كل كيخبط الضحك. ما تصورت السيكونس كان بعد 26 لقطه. انت تقولوا ما يضحكوا كلنا بما فيهم انا وليت نضحك معاهم. لطيفة، وقت اللي تتفرج في المسلسل يكلموك زملائك الممثلين اللي مثلوا معاك، يكلموك اللي ما مثلوش معاك، إيش معناه يصير بيناتكم حوار انت والممثلين والا طاقم الفني اللي يكون موجود معاكم؟ تصير اتصالات مثلا اليوم شنو صار فيها الحلقة، شكون خير، شنو الاحداث؟ هذا وقت اللي يكون معنا في وقت في التصوير بعد التصوير في رمضان وقت بس الان يصيروا تليفونات بيناتكم انتم والممثلين؟ خلينا نحاولوا باش نعرفوا كيفاش لا تصير ولا تصير. جلنا باش ما نقولش كنا الحقيقة نكلموا بعضنا، يعطيك الصحة محلاها السيكونس الفلانية، ابدعتي في الحاجة الفلانية، والحقيقة أنا نكلم شكون يعجبني حتى ولو راهو بادئ جديد. صحيح. نكلمه ونقول له يعطيك الصحة برافو تو إكسيلي، والزملاء كلنا نكلموا بعضنا، حتى نكلموا محسن الفريجي أي ما هو انجينيور دوسون. انجينيور دوسون حيو تحية كبيرة لي. حتى هو نتكلم عدد كبير من المسلسلات ما شاء الله عليه. لا مش عشرة. ما هوش انجينيور دوسون بارك راهو. ايه. انجينيور دوسون وخبرة كبيرة ويجي يعمل لك ديريكسيون كأنه مخرج. بحكم خبرته. بحكم الخبرة. ما شاء الله عليه. انا بمال دو فوا بعد ما نعمل السيكونس مازلنا يعني نصوره يجي يوتوت لي وما يقولكش قدام الناس. ايه. يوتوت لك باش انت تصلحي امورك. محليه محليه محليه. هما الحقيقة تحية ليهم، شو تحية للتقنيين الكل نتاع التلفزة الوطنية خدمت معاهم. قداش من مسلسل تقريبا لطيف؟ والله أكثر برش. من 20 صار. أكيد أكثر. أكثر من 20 الحقيقة مسلسل. برش. تقريبا كل المسلسلات كانت عادت فيها بصمة ودور. أكيد برسك كل المسلسلات كان كنت مشاركة فيها صحيح، ما خذيتش أدوار بطولة كبيره، لكن نجيو من بعد علاش ادوار البطوله مازلت لتوا لليوم ما فماش دور بطوله مطلق. على غالب ما سالش تحس في نفسك الحكايه؟ لا بالعكس والله، علاش هاتو نقول لك حاجه، خاطر ادواري كل حبتها لعبات وتنوعت، انت مشيت في برشا بلايص بالطبيعه. ما يلزمني انا ما نحبش نتحصر، خاطر شو الممثل احساس، الممثل جواجي، الممثل قدره فنيه، يلزم يتنوع ويوري لك شنو ينجم يعمل. انت يا مخرج وانت يا مشاهد، لازم يشوفني في الدراما، في المونودراما، في الكوميدي، في كل شيء. انا حبيت نتنوع. اي لا محسوبه، انا صدقتها في الحكايه اللي حكاها لي.
هاي هاي ولي لي بطل. وعلاش ليه؟ ما يجيكش عجب هذاك كيف يتنرفز يظهر لي يعمل اكثر من اللي قالوا الحق. اخ انا وانت يلا نحب نعرف شنو اللي حرق شعيرك، ايش مدخلك بيني وبين راجلي؟ راجلك وستي رجله وسكب عجله. نعم نعم. وانت حنان عرست وحنا مشينا دارين في نوتيل حناني، ومن هو اللي غنالك؟ مايكل جاكسون ولا مادونا؟ توا انت عرس يولا غرايب يخيان. زهرة ما كثرت شوية على روحك؟ شو خليتنا فرجة؟ والله كثرت بالقضايا. خليها هذيك تفرهد على قليبها الغيرة والغزول متاعها. أميلة دويو تحب تفك الرويج؟ لا اسمع انا منيش حريبشة سهلة للبلعان باش خليك تعمل اللي في بالك، فهمت ولا لا؟ هاي انا معاك. يجو مني تخطفني واحدة كيف ان هذه متعرفش حتى طيب؟ اخذر منظرها اختي تضحك اختي تخذر بر بر يا اخي انا مني عن السنقت حسبتني الاخذر. نبطلك العينين نحيلك الوزارة. لا يا زهرة عليه ولا ني يا اخي انا عندي عايز بشي غازل بشي. انا بون عملت سيبتي العزيزه اون باراليل خدمت مع الوطنيه ورده وكتاب. يعني الزوز ادوار مختلفه هنا عندهمش علاقه ببعض وجو اخر والله اخر مسلسل يعني فيه دراما وفيه جو اخر اون باراليل نخدم فيهم. قديش المسلسل يبدا عندي كوميدي معناها والاخر يبدا تراجيدي ولا درامي. صحيح. نحب هكاك باش العباد تفهمني العباد تعرف انا شنو نجم نعمل. وتنجم حتى انت زيدا لطيفة تشوف روحك في مختلف الادوار باش ما يشوفكش المشاهد التونسي في نمط معين دور واحد في رمضان. ما نسم اين شو هذه قناعاتي ما نتربطش لا في الركح ولا في التلفزه ولا في السينما في دور واحد. راهي نجم مخرج يعيط لي ونفهم اللي الدور انا ديجا لعبته نرفض. ما يسالش ما عنديش فلوس ما يسالش توا ربي نوب علي. المهم نعاودش نفس الدور. المهم نخدم خدمتي اللي أنا مقتنع به، نعمل قناعاتي، نعمل اللي أنا نحبه ونحس به، ماهيش مشكلتي لا شهرة لا فلوس. أهم حاجة. كيما زاد أهم حاجة هي أنك تعمل دور أنت مرتاحة فيه. مقتنعة به، ما نحبش نخدم باش نظهر في رمضان وناخذ برشا فلوس. أنا مشكلتي المهم يخلصوني برك، كي نخدم يخلصوني. ونشكر برشا الوطنية إذا سمحتي. ما يسالش. الوطنية كي. ما تسالها حتى في دورها. لا 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 لا. الوطنية من أعز الناس، الوطنية هي أمنا، عندك الإذاعة الوطنية والتلفزة الوطنية الأولى والثانية، هذوكم نعتبرهم خاطر هذوكم اللي علموني، هذوكم اللي بديت معاهم، ونحيي كل المخرجين والتقنيين اللي تعاملت معاهم واللي ما تعاملتش معاهم. كيما نحيي الإدارة نتاع التلفزة اللي تعاملت معها. صدقوني ساعات نبدأ ما زلت ما كملتش وفلوسي سبوهالي. صحيح. معناها الحقيقة بارك الله فيهم. لطيفة خلينا نبدأ من قفصة والبدايات مع عمالقة التمثيل كذكريات المزيانة والحلوة اللي نحنا شفناك في لقطات كيفاش كنت صغيرة وبديت في المسرح وانت سيدة المسرح اليوم وحبك للمسرح ما ينجم حتى واحد يقول عليه كلمة معناها بالحق تعشق حاجة اسمها مسرح. أنا الخشبة عندي مقدسة، ريتي واحد يطلع للركح معايا وما يحترمشك الخشبة ذيك صدقيني نهبل عليه. خافوا مني فما ناس نخدم معاهم يفهموا فاهميني يخافوا مني. الخشبة ولو هو ما يقدسهاش يولي يقدس على خاطري. أنا من الأول كي دخلت بقى صحيح نحب التياتر وعملت شوية في الباباسات وفي الليسي أما ما قريتش مثلا في المعدلة على المسرح ولا جيت من السربون. تكونت في فرقة قفصة كونت هي بيدها مدرسة يا لطيفة. هي بيدها مدرسة. كونت في المدرسة المقدادية، تحية كبيرة لعبد القادر مقداد اللي كونني وكونني على أسس صحيحة وعلمني المسرح وعلمهولي وعلمني كيفاش الخشبة ذيك مقدسة والمسرح من أنبل الفنون. والمسرح راهو له رسالة. المسرح مانيش نعمل في المسرح هكاك
عمري لنخدم مسرحية كان للكهول ولا للأطفال ما وراهاش رسالة. ما نخدمهاش، نقرأ النص ونعتذر، وكما قلتك ما نجريش على الفلوس. معناه هذيت يعني. ولا على كم قديش عندي من لا. لا ابدا، الرساله والدور هو المهم بالنسبه لك انت. هذيك انا لطيفه القفسي كيفاش نتعامل مع مهنتي. ايوا مهنتي عبد الله، ودي وين؟ او 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 أنا صحيح يا مرك اللي عادت التوخين، والله إذا تخرجيني من عقلي يا أمي. يا سيمة أشنوه 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 يا أمي، صبحة تتحدث بكلام كيف الظلام، والله ما فهمت منه شيء. سمعت حاجة وانت جاي؟ أي نعم سمعت. إيه سمعت يا سيمة؟ الحس متاعكم اللي قالب الدنيا. يا لله بربي، ريت حاجة ريت حاجة وانت جاي. أي نعم شفت سيمة شنو؟ خليك من المقلب على الصباح. باهي هيك يا ما تحبي ظل يسمع فينا في كلام على الصباح هكا يعجبك ما؟ باهي انا ما سمع حتى شيء. بريت على قلبك تو؟ لا انا ما يبرد على قلبك كي تمشي تثبت وتجيب لي الصحيح. اه ولا مالا انت تعرفي كيفاش؟ ما يبرد على قلبك وصعك يا سي مصر. كيك انا نجري 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 ونضرب راسي نهبط على البلد قدام. ايش يبرد على قلبك؟ انا عارفك راهو ما يبرد على قلبك كيك يفلق انا راسي نضرب على حيط هكا ما هو يعجبك. البدايات في قفصه محلاها البدايات محلاها اقلت. كيفاش بدايتك الشعور انك انت والله انا نحب نمثل والله المسرح باهي؟ اكل الانطلاقه الحبه الاولانيه انك انت قلت والله نحب المسرح وماذا بيا نمشي نلوج فينا النجم نتعامل مع ناس يفهموني اش معناها مسرح ويقدموا لي زاده انهم يعلموني المسرح شنية ويعلموني كيفاش نختار ادواري وكيفاش نمثل زاده. لا هذا كل ما صارش عندي الحقيقة هكا مشيتو. إذا سألتم الله فسألوا البخت. إن شاء الله دي ما عندك البخت. إن شاء الله يا أخواتي إن شاء الله. أنا الحقيقة كنت نقرأ وعملت يعني التوجيه نتاعي، عملت سبور يا أخي، حطوني سيونس مات يا أخي. وقتي أنا في السيونس طياره ديما الأولى، في المات ديما عندي صفر. اللطف. جرينا جرينا يا بابا الله يرحمه باش يبدلني، قالوا ما ينصفر في المات، شنو حاطين سيونس مات؟ ما وصلنيش. قعدت نقرا، عندي زميلي كان قبل بالطبيعه الله يرحمه بورقيبه كان يعمل عيد ميلاده و24 ولايه يشاركوا بما فيهم قفصه، وكانت فما احتفالات وتحضيرات وكل. زميلي هذا يمشي يغني معاهم هو، انت عندك صوت ولا ما عندكش؟ المهم تغني حتى كورال وقتها، المهم تمشي. جاني قال لي راهم عاملين في اللجنة الثقافية، كانت اسمها اللجنة الثقافية، راي لجنة ثقافية عاملين جروب يخيطوا الفلس تاع السوار اللي باش يلبسوهم ويعملوك لي بوتونيير. واحنا كنا في الليسي قبل عندنا اون فوا باغ كانزين نقرو خياطة. انا طيارة في البوتونيير وتركب الفلس بالمسلط، هو يعرفني داير. يظل يمستقصدك وقتها. ليه هو مستقصدني عاد انا ويعطوني 60 دينار كي نكمل. يا اخي 60 دينار بربي في السبعينيات. ايه مش نمشي نجري. يا بنتي هو قال لي العشيه. قال لي اكتبي مطلب والصباح نتقابلوا تو نهزك. يا بنتي كتبت المطلب في الليل وما شاورتش حتى حد، قلت خليها بالسرقه نعملها، والصباح مشيت انا وياه. طلعنا مشينا للجنه الثقافيه، انا ما نعرفهاش. وهي اللجنه الثقافيه وقتها كي تتعدى امراه من قدامها عيب. مش تدخلي انت للجنه. انا ما في باليش بحكم انا نسكن في كسر قفصه ونمشي نقرا في قفصه، اما ما نطلعوش لقفصه كل يوم ولا حاجه، بعيده علينا 3 كيلومتر وتاخذي الكار، مش مسموح لي من امي الله يرحمها، صعيبه مش مسموح لي وانا صغيره. وانت وقتها حاطه في مخك يلزمني نمشي يلزمني نمشي ونعمل وما نخلي حتى حد يعرفني وناخذ 60 دينار تو بعد نقول لهم. هذا مخي قال لي وقت انا صغيره والكل عمري 16 سنه وشوي هكا. ها وقول مشيت هزني طلعت نلقى فرحتي يا منى الله يرحمها. الله يرحمها. انا كي دخلت غادي قلت شنو هي هذه يا اسمع عز الدين؟ قال لي هذه اللجنه الثقافيه ولا هنا باش يخيطوا الفلس والواحد. هو فعلا عاملين اكلي ويخيطوا. طلعت قبلت انا وسي فرحات يا منى الله يرحمها. اي مشينا وجينا في الكلام قال لي مسرح. يا اخي انا مش باش سكت بكمت وخزرت له الطفل. يا اخي هو فهمني
سي فرحات يامون قال لها مثالش خليني هنا ويا برام حسين. قلت له اخي انا ما نعملش راني مسرح عمري ما عملت، عملت شويه في الباباسات ولا في الليسي وما نعرفش، وبابا بيخلينيش. قال لي لا مثالش والمطلب راه مكتوب فيه نعرف خيط الفلس والسويره وعندي لتوا الحسيلو. هيا سيدي قال لي لا ودا شنو عمل لي هاك البارتاج، تعرفي عبد كبير وانا بنت صغيره وممثل يعني كلاني. وقال لي مساش هاو عندي المطلب وهاو الكونترا وشاوري اهلك وكل شيء وراهو في الاول تبدي ستاجير وما تبطليش قرايتك واعملي معانا وهو باري اقري. مشيت انا روحت حكيت مع بابا الله يرحمه قال لي مثالش انت كتحبي انت ما تحبي، خاطر بابا الله يرحمه يحبني برشا يقول روحي الرويحه الله يرحمه والله يرحمه مميزه مميزه. على احنا زوز انا طفله وطفل. انت اخت اخوك لطيفه وهو شكون؟ لسعد. لسعد اما هو بابا يقول لك الرويحه واخويا يقول هذاك السقيه، خاطر اخويا كوارجي 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 مليح. الحاسيل لا هو مشى في الكوره ولا انا مشيت في حشحاشة بابا بينا، وما بعد قال انتم وقناعاتكم. الحاسيل رجعت الكونترات ووقتها باش يعطونا 20 دينار في الشهر كاستا شيخ و500 في العرض اذا كان فما مسرحيه. اي سيدي قرا بابا الله يرحمه الكونترا وصححته رجعته وقال لي حذري القاو حاجه كي سكيتش ودرا شنو حذري روحك يعني اي باش نعدوا امتحان خاطر برشا باش يجوا. هي فتك بالحديث الفرقه كان فيها الجعابي والجزيري وراجع فرحات رؤوف بن عمر جليله بكار حمادي بن عثمان لا مصطفى القذاعي لازر مسعاوي هذوما يعني مؤسس المسرح التونسي هذوما الكل كانوا جو اسوا فرقه قفصه وعملوا شحاو شرق الحائر والجزيره الهلاليه وعلي بابا يعني عملوا مسرحيات وداروا بها مشوا بها حتى لكندا بين ظفرين عندنا هذا عبد القادر الكاك قفصي هرب قعد في كندا وخذ امراه وتو في كندا والله قعد غادي. الحسيلو والله نحييه تحيه ليه نعرف يتفرج على القنوات التونسيه. الحسيلو هذاك علاش هما حبوا يعملوا فرقه من قفصه. اي وليت نمشي للستاج دو موا دو ستاج عملنا خاطر بلو يا اخي احنا نعرفوا المسرح انا والاولاد وانا المراه الوحيده. قلت البابا راهو فماش حتى مراه كان انا، قال لي خليكي راجل. يا. اي خليكي راجل ديما يواجه فيا، ديما ورايا، ديما ورايا. امي ما حبتش الله يرحم. الله يرحم. جزائري ان الجيريان. امك جزائريه؟ امي الجيريان مش الجيريان وصعيبه. الور لا تخي 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 دوغ. رحمة الله. افيك ما مير. الله يرحمها. الله يرحمها. سيرتو مع النساء، اذا عندها ولدها يعمل كل شيء. مي انا ميساش نقرا سيزيام اني بريمير ونقعد. وهكي في الدار. ولا نقرا في الليسي بالصفه عليها الحسيل. مش مشكل. هاي يا سيدي دينا شيك ستاج. عملنا ساعه الامتحان. عملت انا القى رمت الفؤاد مليحه عذراء. نحبها نموت عليها. نحبها في العروض نحب كان ذي وديما ناخذ عليها بون نوت. وعملت شويه من لافار تاع موليير البخيل. خاطر كنت عم فيه في الباباسات. يعني عملت اللي حاجات اللي كنت ديما تعمل فيهم اي اللي حفظتهم اللي في الباباسات. انا كنت الهلوبه والباباسه الكبيره اللي هي بينا في النوادي هذوما نتاع المسرح والسينما وكل شيء، خاطر عاملين دي كلوب الثوري انت هذوما عاملين دي كلوب ولاهين بينا بصفه غريبه. اخر العام في الحفله نتاع اخر العام نخرج انا نعمل لافار هذيا تاع موليير ولا حاجه اخرى كل شيء، كل شيء نعملها انا الحاسيلو في المسرح. وقالت البابا لا يا رحمه قالت له بنتك راهي باش تجي حاجه اخرى راهي ماهيش باش تقرا وتولي مثلا محامي ولا طبيبه. نهار من نهارات تولي فنانه ما قالها ليش. اسمعها واسكت. سكت. قال عاودها لي بعد حما جريدي. قعد يستنى في النتيجه وشافك وقتها لا خليك. وقتها ما حبش يبهذلني. ما حبش يحط لي في راسي. اسمعها وسكت. الحاسيل وبعدك ستاج دخلنا ديريكت في حما الجريدي وعرضنا. لكن ما نكذبش عليكم وقتها انا ستاج عملته انا بطبيعه استفدت منه
الاسباس سينيك الاسباس فانتاستيك الاكيليبر دو لا سين البجديه نتاع الركح الكل عرفناها. بعد جاء سي عبد القادر تحيه لي تحيه لي كبيره، جاب النص اللي كان يكتب فيه هو وسيد احمد عامر الله يرحمه، والنص من الاول كان اسمه البستان، بعد قراءه ثانيه وبعد دراماتورجي بعد رديناها حما جريدي. ما انا وقت الحقيقه ما نشاركش برشا، قاعده نستفيد ونتعلم في البدايه. صباح الخير يا باب. صباح الخير يا باب. يا ولدي وش يا الحس فاهم هالزنوس مريم كان الصباح. صباح يا فتاح يا رزاق، صباح الشريهان. يا زينة من البنك نتاعك مبارك، حضرت روحك انت؟ حضرت روحي وهني بيت هنا خلاص. وانت الاخ ديما حاضر يا باك، انا قد قد يا حضر وروحك برك انت. مالا هاني عنديك انت تفضل. ايه وانا يطير هاني انا. جيتو تو للعلم، جيتو تو للقران. ما باك وشي اش الغر نعمل لهم جوايه بدك دوك هكاك يخلوها من هنا لتونس. مالا وشي يكتبوا لهم مضروب بالسكو. أنا نمشي نجيب الدوزان. جيب يا بابا، جيب لي الدوزان نتاعي. خلي خليك تمنى هالجواب. حنا انا اسمع بيا ياسر خلاص، وانا نتمنى باش نوريكم القلم والمفعول نتاع القلم. بعد الحمد لله وبطلت. وليش حطيتهاش؟ بطلت القرايه. بطبيعه عاد. وعليه بطلت؟ تغرمت وحدك وحدك هزيت روحك بطلت القرايه ومشيت للمسرح. هي وقتها كنت من البدايه في الستاج نمشي نقرا ونمشي للستاج هكاك. بعد هاك الدودة هذيك اللي دودة التياتر سيعة طغات عليك. شنو طغات عليا؟ ولا عندي مش دودة جرادة. معناها القراية لوحدها أمي عاملة فيها، قلت لها تمشي نسكن وحدها. معناها ما نحكي لك شنو اللي صار. من بعد عرشي الكل ما يكلمنيش، يستخيلوش فيه شنو نعمل، ما فهموش شنو نعمل. الكل حقيقة تفهموا فهموا فرقوا. بعد ما شافوا المسرحية؟ بعد ما تفرجع على المسرح عرفوا شنو قاعدة تعمل؟ اي فاقوا لأ وعرفوا لأن أنا في اون بون شوما، خاطر صعيب شوية وقت المرأة تعمل فن كل أنواعه، صعيب زادة أنك تتواجدي مع 10 رجال وحدك في ستاج شهرين وبعد المسرحية وتتنقلوا وتمشي. لا قبل ما نتنقلوا أنا نبرفوا للثلاثة والأربعة تاع الصباح ويجيبوك في الليل. هذا الكل صعيب. انا عندي احنا في دار جدي معروفين في الكسار دار النووي في شارع 4 ديسمبر، عندي بنت عمي الله يرحمها احنا نقولوا لها لالا كبيره في السن تسكن في دار بابا لوط، احنا نسكن في العلي الفوق. كي يوصلوني بالاندروفير، عندنا اندروفير خلتها الفرقه القديمه، كي يوصلوني يهبط معايا سي عبد القادر وعبد اخر حتى نطلع خاطر بدي نخاف. صحيح. ليلة جابت لنا الشرطة. هي احنا دخلنا وهي ساعة حلت الباب وحطت ايدها هكا على الدروج معناها باش ما نطلعوش، باش ما نطلعش سيغتو انا. قلت لها انا شبيكي لالا؟ قالت لي اقعدي حتى تجي الشرطة. لكل ليلة جابت لنا الرجال. وصارت ما صار، جاي هو الحقيقة يا سي الهادي الله يذكره بالخير، جاي قالها لا يا حاجة راهم يعملوا في المسرح وراهو عنا أساميهم وعنا التقارير وانا كل يوم شو نطلوا عليهم وهكا وهكا وهكا. مش فهمت؟ مش فهمت هي حسبت روحها فهمت خلينا نطلع برك، أما ما فهمت شيء. أما من بعد كي تعدت حما جريدي طلبت مني السماح وعنقتني وبستني الله يرحمها لالا والله، وصار فيا برشا حاجات. لكن شو أنا وقتها تحملت، قلت لا دون انا تغرمت بالتياتر والدوده كما قلت والد جراده، ودوزيامون حبيت نوصل حاجه اللي هي راهو التياتر والمراه اللي تعمل في الفن اي سورتو في المسرح راهي كيما تعمل فرمليه كيما تعمل طبيبه كيما تعمل محاميه، راهو هذاك هو ماهيش تعمل في حاجات غالطين او خارجين عن الموضوع او خارجين على اسلامنا. لعيب ولا حرام؟ لعيب ولا تنجم حرام. تروح بكري كيما تنجم تروح مع كيف طبيبه كيف ما قلت انت اي دومين اخر تنجم حسب خدمتها. وحبيت نفهم سورتو القفصه الحكايه ذي، وحبيت نوصل حاجه اخرى وانا مقتنع بها اللي ان شاء الله نهار نقول من نهارات يتخرجوا اساتذه مسرح نساء وتجيبوا لك العائلات هذوكم اللي ضد الموضوع بناتهم ويقولوا لي بربي راهي تعرف تمثل. وصار الحمد والحمد لله.
لطيفة البداية كانت من خلال المسرح، وأكيد أنه المسرح كان مدرسة كبيرة في أن وصلك إلى الدراما التونسية. أول دور كيفاش كانت العلاقة بالكاميرا؟ كيفاش اخترت الدور نتاعك؟ كيفاش بديت الانطلاقة الأولانية في الدراما، خصوصا أنه الدراما كانت مهمة بالنسبة لك أنت في الانتشار؟ والله فما حاجة ممكن ياسر أول مرة باش نحكيها، أنا موعا في الفرقة ونعملوا في المسرحيات وعنا تابع خاص وعنا جمهور عريض وعنا مسرحيات دخلوا للتاريخ من بابها العريض، وهذا الكل الناس تعرفه من شو نقعد نحكي عليه. لكن شوفي أنا ما قريتش مسرح، لكن ما قعدتش هكاك. شو عملت؟ عملت ستاج في روما، عملت ستاج في النمسا، عملت ستاج في ألمانيا. أنا وصلت تعلمت اللغة الألمانية وقريتها عام ونص باش نجم نعمل ستاج في النمسا وستاج في ألمانيا، خاطر النمسا يتكلموا ألمان والألمان بطبيعة يتكلموا ألمان، وبالفلوس ما هوش بلاش. ونشكر برشا خويا اللي وقت خويا الأسعد اللي مش شجعني برك وخلص عليا الفلوس، خاطر عملت ستاج وشي في المسرح الكل وستاج في تكوين ممثل. في روما عملت ستاج على الكليراج، في ألمانيا كيف كيف على الوقوف أمام الكاميرا واللي كان مهم برشا واللي هو مهم برشا، ومخليتهم تحتي ما قلت عليهم حتى الحد حتى الحد هذوكم. وقبل كانت المخرجين يخافوا من المسرحيين عليه أتون فهمك، يخافوا خاطر المسرحيين يكزاجيروا شوية ويعيطوا، يخاف باش يجيب مسرحي ما عمره ما وقف قدام كاميرا خاطر باش يوحل فيه. لا عندهم الحق، هاو كيفاش كانت البداية شو اللي يخدم على شخصيته قدام الكاميرا مش يعطيه الأداء وانا ما يبش يقعد يعلم فيه، يعطيك الصحة من حقهم. انا كيفاش بديت وانطلقت مع الوطنية الأولى، كان شي عبد الرزاق الحمامي الله يرحمه ونعمه، عظم عظمك الراجل محليه الله يرحمه، صديقي والله كي نتفكره نتألم. كهو هذيك الدنيا، هذيك الدنيا وحمد الله اللي خدمت معاه، اللي خدمت معاه برشا. ايه هذيك اش قتلك حتى هو كان يعمل في سلسلة ابحث معنا، وسلسلة ناجحة ومعروفة ونبدو نستنوا فيها بالجهد والمعين الله، وك السهرية اللي يعملها معاها وك الشيء يا حسرة على الدنيا، حسرة على الزمن الجميل. هو كان يخدمها ديما في تونس ويشارك كالكوزان هو، أما اللي يعرفهم ما يحلش فيهم، ما نحبش نسمي شكون. أنا كانت كل جمعة تثبت يلزم ديما أي كل جمعة يصور، أما في تونس ويشارك الممثلين في تونس تبارك الله عليهم وتحية ليهم. بعد جاتها الفكرة باش يتنقل للجهات يولي يعمل معناها سلسلة من قفصة، سلسلة من قروين، السلسلة من بيجا، من جندوبة، من الكيف، فهمتي كيفاش؟ يعني وين الفرق الجهوية بالطبيعة؟ باش يعطي زادة فرصة اللي في الجهوية؟ لا يعطيك الصح، أما ديما يجيب شكون الحقيقة من تونس. صادفت وقتها جينا وعملنا الحقيبة هذه، أنا عندي نص نتاعها لتو، خاطر هذيك عزيزة عليا، هذيك انطلاقتي وبدايتي في التلفزة. الحسيلو وكنت معاه السكريبت، ان شاء الله راهي بألف خير، ونقول لها راني نحبك برشا وعشيرتي نجاة بن غالبة. كانت معاه نجاة، اول ما بدينا نخدم نعطاني وقتها دور مرت العدل. العدل ذي يكتب عقد ويطلع مدلس ويسرقوا لها الكرتابة، هذيك كيفاش صارت واسمها الحقيبة. هي اول ما خدمت معاهم سيكونس هبلوا عليا، قالك انت هي الحاجتي بيك، كيما هبلوا على الوليدات الكل معايا من فرقة قفصة أبار عبد القادر مقداد يعني معروف معاهم خاطر وقتها ديجا خادم هو مش كيفنا. خدمت معاهم هذيك كانت البداية، وبعد عاود عيط لي في توزر في نفس السلسلة، عاود عيط لي في جندوبة، فهمتي معناها أكل اللي عملت كيما امتي ستاج. انا انتصال خاطر مش كيما عملت ستاج في المانيا على العقوف وفات لي بر وما طبقتش صحيح وقتها طبقت
دونك مستاج تعديت طول سي عبد الرزاق الله يرحمه طبقت في ابحث معنا اللي قريته الكل والله ضو كاميرا كل شيء والله وكل شيء. شو نتفكر لقطه نتكلم في التليفون هكاي نتكلم وعارف انا اللي ما يزنيش نخرج من الضوء وقت كي نخرج من الضوء باش نخرج من الكادر ومش نخرج ويولي اومبر وكل حاجات هذوك وانت عامله فيها مستاج نعم عملتهم وحدي من بعد يبوس بستني نجيت لا يذكرها بالخير قلت لي فريمون طياره انت كيفاش فهمتيهم حبيت نقول لها حتى شيء قلت لها ليه عملت هكاك فهمتي خليتها بالستر الحكايه من بعد جاني الدوار في 91 مانيش عارف اش مروح بيه كنا مرتاحين من البلاد برا الحق عليه بلكي تعرف هو ولد عمه شنو الحق عليه من امتى ولدك يتحشم ولا يخاف مني كيما هو جاي لخالو هكا مسلسل في الدراما وفي تاريخ الدراما بالحق أيوة. مسلسل طلعك الفوق لا تشوف أيوة. المسلسل في مرتبة سنوات نجازتهم تتسمع أيوة صحيتي سنوات وسنوات 91 هكذا أيه. تحية لعبد القادر الجربي وتحية للممثلين اللي كانوا في الدوار الكل عبد القادر مقداد حسين محنوش نعيم الجاني كوثر البردي كل حي عبد القادر مقداد دليلة مفتاحي دليلة عبد القادر بتبيع حياته تحية لهم الكل كنا كل عائلة اي كنا عائلة مع بعضنا ثانين الركبة صدقيني ساعات وعبد القادر الجربي وقتها في طمبكة معناه نكملوا ماضي ساعة تاع الليل والله لنرقدها ساعات الخمسة تجيني في المكياج تحضر في النهار اللي بعده اي السبعه نصوروا معنيه اثنين الركبه باش نطلعوا حاجه حلوه وطلعوا الحمد لله شيدافر وتعرض في ليبيا راهو على ما تعرض في ليبيا لين انا كرهت روحي لين احفظت الدور مره اخرى اي الحسين وانطلقت عاد العاصفه والحصاد وانطلقت الادوار مع عبد القادر الجربي مع سي حماد عرفه الله يذكره بالخير وتحيه لي مع سي سي صلاح الدين الصيد الله يرحمه يعني وتتالت نعيم بالرحومه شو اسمه رجب حتيلو احمد رجب احمد رجب يعني في قنوات حره خدمت مع زادة في صلاح مع سي صلاح الدين الصيد يعني وكما جيتي العزيزه الدور اللي العزيزه وكما يعني فيه ربما الكوميديا اللي انت تميل لها اكثر وما خدمتش فيها برشا في الدراما هذيك نقله اخرى هذيك باش نحكي معك كان مقصود منك أكيد. أنا تنوع في تجربتك وأنه الدور هيك لازمك تخدمه شوف أنا الحقيقة تفرجت عليها نسيبتي العزيزة كيما الناس كل معناها ما مجيش في بالي الناس معاك هذيك المسلسل هذيك بالذات فما الناس يخدموا فيه حتى كيتعاود مرة ثانية هما بيدهم معناها حتى كان في راسي باش نمشي ولا عايت لي سي سلاح مش عايت لي كضيفة الحقيقة من الأول أكثر أي أما ما انتظرتش جملة إن وقت كلمني يا سي سلاح لا سي سي سيمون جبنتارا إيه؟ أنا وقت عندي مسلسل من جملة الخمسة إيه؟ أنا والله وقتها ماشي نصور في الدار متاعك ماشي باش خاطر نخدم ميكس ثلاثة وهو كلمني قال لي تجيب حذايا غدوة قلت له نش عندك قال لي عندي سيت كوم تيجا تو تشوف ما كنتش تتصوروا نسيبتي العزيزة ليه أنا في بالي راه خرجوا يصوروا على أرواحهم معناها نسخايل أنا نسخايل هو ما خرجش معاهم ومشي عنده في حاجة أخرى تفهمنا على غدوة الحديش إيه يجيني قالوا نعتني وين وكل شيء مشيت
نلقى سي سلاح لا يرحمونا يوسف فرحي تحيه لي نحب برشا محليك يا راجل. نلقى شو اسمه هجر اللافي زاد مبنى ومحلاها سهيل حسين ونلقى لما ومنيش فيها مشنية هي الحكاية مجيش في مخي. هاي قعدت انا ويوسف فرحي حكينا شوية وكل شيء. بعد قال لي رين سيبتي العزيزة. قلت له يا شومي ما خرجت بك ما خرجت تصور وما عادش وقت خات. قال لي ليه راهو مازلنا ما خرجنيش وانتي راهو باش تعملي لنا جمعة ام خميسة والفهم. وانا قلت لك ها ام خميسة والفهم يا لطيف حتى وانا كي تفرجت عليهم بلا خميسة والفهم ما ناقصهم شيء يعني ضاربين ضربة اللي هي على الحيط بليت كيما تعرف ايه معناه انا كيفاش باش نعمل كيفاش باش نكون صحيح معناه باش نكون ضاربة اكثر منهم ضربة تاريخية فهمت شنو نقصد اش عملت نبلع في ريقي وبابا قال لي سي سلاح شولا توفى انا اخترتك على خاطرك نعتن بدي على يشجع فيا ويقول لك خليني خاطر عرفني السلاح ايه مستنسى بيه مستنسى بيه ومستنسى بيه الله يرحمه وليه وهو تنجربه ده شنو حسيله اعتني شوية قريت قلت اشوف توا من نجامش خاطر مخي مشغول وكأنه جتني كلمة فاجأة اعطيني يا سيكونس اتوا نقراها في عقلي نجي حافظتها ونقد لك وكل امركيك رجعت بعد دو جور ستي ساعة هذيك هي وضرب الدور بالكدير هذيك جمعة قال وروحت على روحي بعد كلموني خذيت سيناريو قريته ومشيت شوف السيكونس الأولى ريتي نرعش حتى من ماء حتى من قلبي نسمع فيه يدق في يدق في وذني بالخوف وبالتراك السيكونس الثانية بديت نترخف الثالثة انطلقت السيكونس الثالثة هبط لي سي سلاح لا رحمة من رجي قال لي هذيك هي جمعة هادو انت لقيني انا بالفرح وبديت وقع ومشيت اما هي شو جمعة خذيتها من مرجعية من المجتمع هذوكم الثلاثة نسافي بعضهم عملت كل واحدة اش خذيت منها في حتى اللي مات الله يرحم واحدة هي في الدنيا وانا نعرفها الله يرحمها مثل شو تبدأ عندها جوب هو للركبة هي متلبسش يعني للركبة تلبس الكعبة وعندها جبة فوق منها لا جبة عندها باش تلبس تلبس الجبة وتلبس الجوب فوقه نقول له احنا لا للجنات توك هيك معقول البسي على الأقل تقول لي شكون باش يشوفه أما ما يلزمش تلبس الجوب هنا يلزم الجبة تحت والجوب من فوق باش يشوفوه مخها قال لها كيكا وكاو انا خذيت هذيك والكوستيمير زاد تحيه لها والله تبل زاد عندها بتبيع عندها اضافتها والكل والماكيوز نجوى حسيل وكانت جمعه ونجحت وانا الحقيقه جمعه ذيك عملت لي نقله كبيره في حياتي وعملت لي برشا سكسي وخاصه في الجزائر انا كان نحكي لك كي ندخل كي يستدعوني في الجزائر انا طول كورونا سيناراني في الجزائر عندك عمل عندي برشا حاجات إيه؟ انا ما حبيتش نمشي قالوا لي راه فما الوقايه ولا لا قلت لهم انا مش خاف تعرفي ان درت سحره الجزائر انا وخالد بوزيد بالمتربع اكثر من اللي زرته فيها تونس اكثر اي ان شو من ولايه لولايه ألاف كيلومترات بيتو نمشو مرة نرقدو مرة نقومو انتو ما تدورو في الزين وحنا ندورو في الولايات ما فما حتى ولاية ما مشينا لهاش وما فرحوش بينا ونمشي سكورتي بالشرطة نمشي من تونس بعثوا لي كرهبة ما نهبطش أنا راهو باش نطبع باسبور تلمو يحبوني ويحترموني ممثلة قادجيرة تعرضني الشرطة في ديوانة الجزائر تهزني سكورتي حتى البقت والحمد لله الحمد لله تحيه لاهالينا كل في الجزائر تحيه لكم ونحبكم برشا 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 ونحبكم نموت عليكم في عايش ومانيش باش نبطل من الخدمه معاكم ومن استضافاتكم ومن تكريمكم الله غالب توفى من توفى الكورونا ونجيكم حول الله بالله كملينا المسلسل اللي ما حب يشوفها ذا قال لي زيد حويجه وبدل كفه
أضايا ليا قرفتك. هاي وليزت من عش قداش وبدالي تسكرتي مشيت لكم فوق وانا مازلت واقفه نفركس في بلاصه وهو خلط عليا قال لي قرفتك. هاي تتو ما وقصتك تسكرتك وخلصتيه لاحقوا راك ليش راس عندما يقول لك اسبيناتكم من هدره ترى ليش لاحقوا راك فاهميني تو 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 ماي هذيك هي خدمته. الله يا خماكي قلتي يخدم يا قرفة تساكر. هاي هاي ويمشي ويجي في الترينو زيدا. الله يمشي ويجي في الترين والدنيا ظلمة والضوء طافي. سمعنا ومنعنا يا حسني يا بنتي. سمعنا ومنعنا. هاي وش قالك يا حنانة بنتي؟ قال لي ما لقيتش بلاصها المره هذه باش نزيدوك احنا حويجه وركب حدا الكونديكتور. من هو هذا فاش يقعر زاده كليت تاع هذايا اللي يسوق في الترينو. يا وحايده دبرتها تتركب حدا الشيفور من قدام. تي ممنوع غير هو يفضلك عليا وبرا وانا وقتها ماش حاشي بها البلاصه. بطلتي وروحتي قزعتي التونس اخسالة ولا ذاكي زيتي احزانة اكليتي ونقلتي وعملتي زيت ولا اخسالة انتي خسرتي حسنية. اسكتي بنيتي اسلح راي. تيليني على خاطر وقت النهار طلع والترين وصل وليت مشي الباب باش نهبط وكهو علاش قاعده انا بابي. هيا الحمد لله عليك الحمد لله عليك كيف وصلتي لقابس لاباس. لطيفة برشا ادوار وبرشا مشاركات وبرشا اعمال دراميه خلدت وما زلت باش تخلد. اليوم وليت ترى المسرح وترى الادوار بشكل اخر غير انه من البدايه نتاعك وليت تطمعن اكثر في ادوارك وليت صعيبه مع روحك اكثر انه بعد التجربه هذه كل ذولي بديت الخبره تعطي في نتائجها معاش معناها كيما من الاول بالكل نفس التقييم يصير اليوم ذولي تقييمك اصعب بالطبيعه مش كيما 74 و90 و80 كيما 2020 فما فرق كبير والعولمة والتكنولوجيا والانستغرام والفيسبوك والحاجات هذوكم معناها لما حالها ومازلت بتجي حاجات اخرى اكيد ما عادش كيما قبل حتى النوعية معناها النصوص ما عادش كيما قبل نوعية الطرح والاخراج ما عادش كيما قبل وانا عندي معناها مسرحيات عملتهم 2012 و2013 و2015 مع أستاذ مسرح هو بالأساس ومخرج كبير برشا وراقي جدا وإنساني ونحبه برشا ونحترمه برشا وهو زاد كيف كيف اللي هو السيد علي اليحيوي أصيل مدنين أصيل ولاية مدنين وتوا مدير مركز فنون درامية وركحية بتطاوين عملنا هو جينا عرفته جينا بعد ما سي عبد القادر مقداد خذا لانتري تحيه ليه كبيره برشا اللي هو استاذي وخويا وبابا وكل شيء اللي تحبي انت ورجل المسرح ورفيق دربي وعلمني المسرح وتوا عندي الم كبير اللي هو بعد علينا وبعد على المسرح خلى بلاصه كبيره خلى بلاصه وهو ركيزه من ركائز وعرسه من عرس المسرح في تونس وفي العالم العربي عندنا. يا سيدي ما كادوني ما كادني كان الكلام الدوني شوف المحاين شوف او النجوم يغيبوا يا راجل كان الناس كل النجوم يغيبوا شوف المحاين شوف او النجوم يغيبوا البحر ينشف والصغار يشيب شوف المحاين شوف أولا نذبح روحي وكان عندي موس نذبح روحي شوف المحاين شوف أولا نذبح روحي وعلى
مشيت نعوم الموش قلبني عرمى ولا شكلني أنا نعوم الموش قلبني عرمى ولا شكلني هو ان شاء الله يا رب ان شاء الله يرجع الحسيلو. جينا بد جينا مدير اداري مدير فني وقتها سي فوزي رواشت الله يرحمه توفى كان مدير الاداره سي علي بن اليحيوي هذايا مدير فني وانطلقت معاه في تجربه جديده مغايره كليا للمدرسه المقدديه اللي هي يعرفوني فيها الناس ومستنسين يشوفوني كلاتيف القفسي بدور جديد بنص جديد بمخرج جديد والحمد لله أقنعت المتفرج بصفة غريبة الحمد لله. الحمد لله كانت زاد التجربة الثانية مع سي علي اليحيوي اللي هو أستاذ مسرح وإنسان راقي جدا إنساني جدا عنده إحساس وعنده إبداع ما احناها ما نحكي لكش كيفاش والحمد لله أنا مشيت من عند عبد القادر جيت عند علي اليحيوي فرحانة لي أنا ما مشيتش أكاكة معناها هي هو نوع في التجربة وتنويع في التجربة ليه وحرفية وجدية هذيك أنا اللي مستنسة بها لقيتها كانت التجربة لولا نورت الملح في مركز فنون درامية ورقحية بقفصة بعت علي اليحيوي نقل المدنين وما راعني انها يناديني في تجربة ثانية الحمد لله اللي هي كعب الغزال عمل كبير عمل ضخم عمل ممتاز مشينا به لبرشا دول منهم الأردن وأبو دبي وأبو ظبي ودرنا بها تونس يعني وخذت حسن جدا وحتى نورت الملح خذت حسن جدا وبعد زاد عاود عيط لي في ريونو سيتي نصوص يقتبس النصوص كان معناها خدمنا الجابرييلا ماركيز خدمنا نسيتك نسيته الليبي توايضة علي الحقيقة أنا برش حاجات خيوتي كي تمس راسي كي خيوتها تمس ننسى يعرفوني حسيلوا تحية ليهم كانت التجارب رائعة ولقت استحسين من اللي يتفرج عليهم الكل إلى يومنا هذا يسألوا عليهم وينهم وكيفاش وكل وبعد ولا هو مدير مركز فنون درامية ورقحية بتطاوين ما زال ما عنديش معاه تجربة أما أكيد أما إن شاء الله أما أكيد تو عيط لي خاطر بيناتنا تفاهم بيناتنا تفاهم وانسجام في الخدمة توليفة فنية بيه أي وهو أنا نحب نخدم معاه خاطر مش فنان برك ومبدع حساس ورقيق وإنساني أهم حاجة لطيفة فماشي تجربة أنت اليوم تندم عليها في المسرح وإلا في السينما وإلا في الدراما لا عمري ما ندمت على حاجة لا في المسرح لا في السينما لا في الدراما علاش من الأول خاطر نكون نحط قدامي شنو باش يصير خاطر من الأول أنت كي تقري السيناريو تعرفي العاقبة شنية شنو اللي صار لي صارت لي مش ندمت أني صارت لي كيما هكا الاشمئزاز وكيما دخلت في تجربه ما كانتش قد النتيجه لا اللي لا ميله تخدمي مع ناس وتعطي مجهودك وتسهري وتبتي قاعده وبرشا فانت كونت ما يخلصوكش ويلزوك انك تطيحي قدرك وتعتصمي وانت في السن هذيا هذاك انا اللي وجعني اما حتى حاجه ما عملتها وندمت عليها لطيفه شنو خذي منك الفيلم شو عطاك خذا لي عمري كل وانا مانيش نادمه بكل فخر واعتزاز وهبت حياتي للمسرح للتلفزه للسينما للراديو خاطر خدمت 10 سنين في اذاعه قفصه في البدايات لتشجيعها نحنش للتجربه نتاع الراديو اليوم نحن ساعات نحن لكن كي نشوف برشا حاجات نجبد روحي
خاطر ماهيش كيما توا كيما كانت. شو هما ماهمش خايبين الخدمه توا، لكن هذاك هو راهو ماهوش باش يقعدوا ديما على النمط القديم اللي انا خدمت فيه. توا هذوما دي جون يعني لازمنا نتاقلموا معاهم، وانا نخدم راهو مع لي جون ونتاقلم معاهم ونخدم ونأطرهم، نحاول بالجهد اللي عطاوني ربي نحب نحطهم في سكه صحيحه، في سكه ما يتغروش، ما يحاولوش يطلعوا. الغرور يقتل الفنان؟ يقتل. ما يحاولوش يطلعوا فيه صح، يبنوا روحهم حجيره حجيره كيما عملنا. لكن هما فما اللي يسمعك فما اللي يطفيك، كل واحد كيفاش. انا اللي نتمناه انهم يشدوا علينا المشعل بالحق بالجد، ماهوش يعني المهنه يعتبروها ظهور وشهرة واحد، لا، المهنة يحترموها ويتعاملوا معها بكل قداسة. يمبا يسني شوف هكي صورات عصبونا مسكي خالي بسين كفالي سادب بالليك مش سكنان هيك دور روضي بتوح والله يسني يشبهلك يشبهلك والله الحطة هذه كل يشبهلك فولة انت وياك بسمي صح عليك. حسينة ها اي تفضل سني تفضل تفضل اقرا اقرا سني اقرا لي على السبوره هذا الكل ما فهم سني هذا كنت نقرا اليوم او من وقتي لا يا بنت انا حازم النزمات ما نعملهاش يا بنت يا بنت انا ما كذبت عليك هذا ياسر علي بنت بيه ما تغسي شوف نتفاهموا بالمعقول بالمعقول تفضل بيه بيه شوف نقرا لك استرد اليوم واسترد هذا نقراه لك غدوة لا نقراوها كلها اليوم وتوا زادا ليش يا وخيتي ليش متسمت فيا علاه علاه تكرهيني علاه يا وخيتي يا اخي هزا هزا كيفك الغدوة يا قراسة اسمع حسينة حسينة باش نتغشنا راهو باش نتغشى عليك ما عادش فقاليكم راهو يا مخي ماني بنيك تعالي اقرا معاي بنيتي رجليا راكده تو تعالي انت اقرا معاي ولا تلحق انت تضبط فيا بالكوب زيزو والله راس بنت اخت كلاهي تو والله عندي ما نعمل هاني انا معاك اي نقراوها مع بعضنا واحده واحده لطيفه شنو اللي نرفزك؟ نرفزني النفاق مش ينرفزني برك خاطر شو انا مانيش خبيثه ذكيه عندي ذكاء خارق والحمد لله عطيه لي ربي ونفيق فهمتيني نفيق وكاني قارئه سوسيولوجي بسيكولوجي من ربي هذه حاجات وعندي حاسه سادسه تخدم بصفه غريبه عاد من ربي ما نحبش النفاق وكي نفيق بواحد هكايا ولا وحده على ما نتنرفز نمرض. لطيفة شنو الدور اللي اليوم تستنى فيه اللي بقى نقص يعني هالتجربة هذه الكل دور تحلم به هكا في مخيلتك ولا في ذاكرتك تقول أنا الدور هذيك أمنيتي أنه يكون نهار من نهارات نقوم به معناه في تلفزة ولا في سينما ولا في المسرح في اللي تحب أنت أنا كنت سيدة ثلاثة بارك الله فيك شو تونا معناها ما نحبش رأونا تحسر يحصروني مثلا المخرجين في دور ولا نوعية معينة هذيك ما نحبهاش وحكينا عليها لكن شو هي المرأة ما فماش نوع مرأة ما فماش يعني برشا حاجات أنا نحب نعملهم أما بالأخص نحب نعمل دور السجينة نعرف اللي صعيبة وممكن خاطر احنا نعرش ما نجمش ما نلقيش الترم اما ماذا بيا نعملهم والا نعمل عليهم حاجه ونجسد دور من ماذا في على الركع ولا في التلفزه ولا في السينما. السجينات وهي كانت لي معناها تجربه ومره في عهد بن علي عملنا حبس نساء مع عفيف اللقاني الله يرحمه وكانت مسرحيه رائعه. ووقفوا هنا عملنا عارضين علاش وقفوا هنا؟ تحية كبيرة لسوس الحمامي اللي العباد الكل نسيتها
ولا مت نسيتها. انا نحييها برشا وحاجه اخرى جارتي اللي هي وقتها جت معانا في المسرحيه عفيف لقاني اختارها باش تغني وتمثل معنا سجينة وتغني الشعب العربي وين؟ وين الملايين؟ وين الملايين؟ على هذاك قصت المسرحية واعتبروها سياسية ودرشنوة ودرشنوة ودرشنوة، مع أن لجنة الانتقاء عطتنا التأشيرة وبدينا باش نعرضوا وخذينا المنتج، هي شركة منتجة اللي عملنا معاه على أن باش نعملوا شهر رمضان كامل عروض. عملنا عرض في صفاقس وعرض في ذي الكابيتول وقفت وقفت المسرحية. علاش الغدوة ما نعرفوش علاش وصلنا لحلحوا بيهم باش نعملوا عرض لل 26 26، قالوا لا. لطيفة، شكون المخرج أو الممثل اللي ترتاح معاه واللي تحس أنه يكملك؟ مخرج ترتاح معاه الخدمة معاه تكون أحلية قد انتظاراتك أو أكثر، وشكون الممثل وقت اللي تأدي أنت وياه على المسرح وإلا في السينما وإلا في الدراما تكون مرتاحة وتحس أنه يكملك؟ بون في البدايات وفي فرقة قفصة أنا أعتز برشا بالخدمة مع منصف بلدي، صديقي وأخويا وعنا شو أنتيباتي ساعات والله العظيم كيما قلت البارح ولا وقتاش ان باش نطلبه هو طلبني، انا هزيت التليفون باش نطلبه هو طلبني، وكانت الخدمه معاه وحلوه الخدمه معاه، فنان بيتم فيما اتم الكلمه، معناها فنان معناها نرتاح كي نخدم معاه. هذه كانت في البدايات. توا الحقيقه ما نجمش نختار شكون ومع شكون، خاطر المخرجين يختاروا وحسب الشخصيات، لكن من قبل ما نبدا نحاول نعمل معاها علاقه ونعامل معاها اسلوب وبرشا حاجات باش كي نطلع على الركح نتفاهموا باش يتعدى دوري ودوره بالكدا. العلاقات الانسانيه مهمه برشا بالنسبه لك انت لطيفه، والناس الكل تحكي عليك بالباهي وكل شيء بحكم انك حتى جدد تعاونهم وكل شيء. في المدة الأخيرة عندك صديقتك اللي تحبها برشا واللي تقريبا ترافقك في اليوم هي معنا، مرحبا بها، وكما تكرمت ليامات هذوما في الحمامات وباش تقولي زادة تكريم، هذه شنو يعني لك؟ لأنه تكريم مهم في وقت مهم اللي صار في الحمامات. خلينا ساعة نحكيه على تكريم بعد شنهرج ونحكيه على فتوم، خاطر رفيقة دربك ليامات وصديقتك الأنتيم اللي تحبها وديما معاك. تكريم هذا في القطب الثقافي بياسمين الحمامات هو مهرجان مهرجان التكوين المسرحي، يعني برشا، يعني لي برشا، على خاطر هو اذا اي حاجه فيها مسرح انا تعني لي في حياتي وهي تضيف لي في كاريري، تكريم، وجود، ضيفه، اي نوع انت حاجه، المهم تابع مهنتي، مسرح، سينما، تلفزه، راديو، يعني نحبهم. نشكرهم برشا على انهم خموا باش يكرموا الفنانين، مش كان انا المسرحيين اللي في سني واللي اكبر مني والكل يكرموا فينا على اساس هما خاطر يعملوا في المسرح، ماذا بهم يعني ايش يكرموا مسرحيين. هو كان التكريم، فرحت 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 لدرجه اني ما حبيتش نبكي، اما ماذا بيا راني بكيت. استقبال رائع، فرحوا بيا ما نحكيلكش كيفاش، والوليدات تاع الورشه ذوكم على ما صفقوا وعيطوا وتصوروا معايا شباب هما، انا حسيت بروحي محلاني في وسطك الشباب، يعني قلت سبحان الله الحمد لله اني انا اكبر منهم، يعني نجم نكون امه جديت الله اعلم معمر، لكن معترفين بفني يحبوا خدمتي ويحبوني. شخت في مخي التوا وانا غامرتني برشا فرحة وبرشا هكا نشوة. فتوم فتوم هذيك صديقتي وأختي وأمي وعشيرتي عائلتي كما انت تحبي. شوفي انا عائلتي قد عظام الراس،
صحيح يسألوا عليا نسأل عليهم نشوفهم إلى آخره، لكن أنتي ولشكون ترتاحي؟ ومكتوب الله توافدتوم ما تعرفنيش قبل. من الأردن خلينا نقول الشقيقة. هي من الأردن الشقيقة، لكن ماخذة رجل فاضل اللي هو محمد علي الفقيه، رجل معناها طيب جدا وأنا نحبه ونحترمه إلى درجة أني ساعات كي نبدأ نحكي عليه نبدأ نرتاح مرتاحة خطره باهي. أنا في الحمامات أنا وأخويا وبنته في وتيل معين نعمل في أيامات في الصيف، وهي ورجلها وولادها وأمها وباباها جاء من الضياف كيف كيف. يا أخي أنا متواجدة فما سمعت شكوني قلت تقول هاي ويني رايا ذيك مدام لطيفة القفصي، وهي تحبني منين؟ من راديو تسمع فيا في راسين كاري. قلت لهم وين وين وجتني إدوب وإحنا صحاب والحمد لله. من وقتها إلى يومنا هذا نخرجوا مع بعضنا نقعدوا مع بعضنا، لما حالة كي نبدأ عنا متفاضيين معناه مش معناها يوميا ولا حاجة، أما نحس عائلتي وعائلتها وأولادها وحماتها وأخوات رجلها يعني كأنهم عائلتي يعني. بالوقت وليت بنت الدار الحمد لله. الحمد لله. علاقتك بلطيفة علاقة خاصة جدا جدا وصديقة كبيرة برشا، تقريبا لطيفة ديما معاها تحكي لك أسرارها تحكي لك أخبارها كل شيء. أهم خصال لطيفة شنو هو الحب الكبير ليك ولها هي أنكم ترتاحوا لبعضكم برشا؟ هو حب كبير بصراحة. أنا ما كانش عندي كتير فكرة عن الفنانين التونسيين وعن هيك يعني، بسبب لطيفة خلتني عندي حب كبير لأني أتفرج على الأعمال وأشوف خاصة أعمالها هي. لطيفة مش بس صديقتي، لطيفة أختي وبنتي، بقولها أنتي بنتي بصراحة. من لما تعرفت عليها كانت معرفة بالصدفة بيني وبينها، من لما تعرفت عليها وأنا عم بحس حالي أنه أنا عندي أهلي هون موجودين دايماً، أنا وياها سوا دايماً بنحكي دايماً منفضفض لبعض. الخصال الحلو اللي فيها إنسانة قلبها كتير طيب كتير لفوق ما تتصوري وحنونة، وأنا بحب كل شيء فيها بصراحة. يعني أكتر شيء بيلفتني فيها إنها إذا بتشوف قطوسة زي ما بتقولوا بتوسي بالشارع بردانة بتبكي عليها، بتقولي لو بقدر أخذها بأخذها بربيها عندي بالبيت. وبتمنى لها التوفيق دائما ومديد الصحة والعمر. محبتي إلها كبيرة. محبك لطيفة. لطيفة محليه حديث الذكريات، محليه التجربة متاعك لأنك سيدة المسرح السينما والدراما التونسية، تعودنا على وجودك كل رمضان واليوم نتفرجوا فيك مختلف الأدوار. كنا فرحانة برشا أنك جيت اليوم معايا في سيدي بوسعيد في الجولة هذية، عاد استرجعت معايا ذكريات قفصة وفرقة قفصة، إلى جانب أنه حكينا برشا برشا على وضعية الفن في تونس، إلى جانب الأدوار اللي تقمصها. شكرا ليك يعطيك الصحه. شنو تحب تقول للناس اللي يحبوك؟ نعرفوا اليوم باش يفرحوا بطلتك خاطر مش ديما تظهر هكا ولا سختو. انت في البدايه قلت لي عندي مده على الوطنيه. نحب نشكرك انت برشا على هالاستضافه الحلوه، ونقول لك نحبك ياسر 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 على خاطر تعرفي لي انا نحبك، وتعرفي مليح اللي كان معي نحبكش ما نجيش، ونقول لك راني ما نجيش. كيما زاد فرحانه اللي انا باش نتعدى في الوطنيه على خاطر ليا برشا ما تعديتش في الوطنيه، ما خدمتش مع الوطنيه وانا نحبها برشا، وهذيك الام بطبيعه الحال. ان شاء الله الحصه تعجب المتفرجين، وان شاء الله كي يتفرجوا يزيدوا يحبوني، انا نعرف المتفرجين يحبوني. ونقول لهم زاد انا راني نحبكم برشا. وفي الاخر نحب نشكر عمر الارتيست على هالقصه الحلوه اللي عملها لي، وعواطف الزغلامي على قدين شعري والميك اب. شكرا لكم، حبكم برشا. هكا نكون وصلنا الى نهايه حلقتنا وعددنا لليله من لما ونجوم، واللي كانت مع الممثله القديره لطيفة القفصي، مع اجمل تحيات كامل فريق برنامجنا. تقابلوا الجمعه الجايه على الوطنيه مع نجوم اخرين. تصبح على خير وإلى